صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه مرسوم رقم 56 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات على النحو الآتي: سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيساً، السيد نور حافظ أبو علي نائباً للرئيس، السيد علي عاشور علي عبد اللطيف عضواً، السيدة مريم عدنان عبد الله الأنصاري عضواً، السيدة بلسم علي عبد علي السلمان عضواً، الدكتورة إجلال فيصل علي العلوي عضواً، السيدة لما عباس سعيد المحروس عضواً، السيد محمد عبد الحكيم عبد الملك عضواً، السيد بدر عبد الحميد راشد البقيشي عضواً، وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين.